اخواتي اخواتي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وكل عام وانتم بخير. اليوم سنتكلم قليلا عن النافذه الواحده والمزايا الموجوده والخدمات المتاحه على النافذه الواحده. فكل ما علينا فعله الاول سندخل على موقع النافذه الواحده اللي هو انفستور، أو بس على جوجل النافذة الواحدة. كما تلاحظون هذا موقع النافذة الواحدة، أظن أنه في مشكلة على الويب سايت. إذا فهذا الموقع الخاص بالنافذة الواحدة، وقد تكلمت من قبل عن البحث عن الأنشطة الرئيسية، فهنا يمكنك البحث عن الأنشطة أي نشاط تعيد، يمكنك البحث عليه بكل سهولة، يعطيك رقم النشاط، كذلك الرسوم والرخصة والموافقات إن كان لابد من موافقات. فنرجع مرة ثانية إلى الرئيسية، وسندخل هناك كما تلاحظون الخدمات الموجودة على النافذة الواحدة. تأسيس، يمكنك من خلال هذا الموقع تأسيس مصنع، تجديد شامل أي تجديد رخصة أو تسجيل ضربة واحدة، إصدار رخص تجارية بما فيهم الفروع والمخازن الآخرة، أو تأسيس شامل وهو تأسيس الشركات. كذلك هناك خدمات كثيرة جدا، فسندخل على الموقع ونتحدث. إذن بعد الدخول إلى الموقع عن طريق البطاقة أو رقم اليوزر نيم والباسورد، وهنا سنتكلم عن القائمة الخاصة بالنافذة الواحدة. فالرئيسية كما تكلمنا الأنشطة، عن النافذة يتكلم عن النافذة، استكشف والمستثمر بالنسبة ماذا يوجد في قطر، ما هي المزايا الموجودة في قطر كالإعفاءات الجمركية إلى آخره، الإعفاءات الضريبية كذلك من أهم المزايا الموجودة في قطر. وكذلك في حالة الاستثمار، هنا يعطيك معلومات عن الاستثمار إن كان محلي أو أجنبي. هنا يعطيك بعد قراءة الأشياء، استكشفت الموقع بصفة عامة والاستثمار في قطر، يمكنك من هنا البدء بإنشاء شركة. أو سيبيان هو سيبيان لمحاولة تحديث البرنامج وأخذ الوصايا الخاصة بالملاحظات الموجودة من البرنامج. تمام. فبالنسبة لنا أهم شيء سنتكلم عليه هي إدارة. فهنا عند الدخول إلى إدارة، أول شيء تجد لوحة التحكم وهنا الإجراءات. في العادة هنا يأتيك إن كان هناك أي طلب على السيستم جاهز للدفع أو تم إرجاعه للتعديل، فتجد يا إما جاهز الدفع أو تعديل هنا. فالمنشآت، عند المنشآت سيعطيك جميع المنشآت الخاصة بك بما فيها المنشآت التي تملك والمنشآت التي أنت موجود فيها كمفوض بالتوقيع. فكما تلاحظون سيعطيك الشركات الموجودة كلها هنا. بعد ذلك هناك طلبات. الطلبات عند الدخول الطلبات تجد مسودة. بالنسبة للمسودة فهي الطلبات التي تم إنشاؤها لكن لم يكتمل الإنشاء، أي مثلا ابتديت بإنشاء شركة وفي مرحلة ما توقفت عن إكمال الطلب، فتأتي كمسودة لأنه لسه لم نرفع الطلب. معلقة، هناك أحيانا بعض المعاملات التي تبقى معلقة ستجدها هون. تحت الإجراء هنا ممكن أن تلاحظ أو تراقب المعاملات التي تحت الإجراء، وفي هذه المرحلة هي مهمة صراحة جدا، لأنه
أحيانا تجد المعاملة تحت الإجهاض، فعند الدخول المعاملة والتفاصيل تبعها تجد أين بالضبط تحت الإجهاض، فيعطيك هل بوزارة التجارة أم إن كان هناك موافقات خارجية موجود الإجراء هناك. فهذه مهمة. هنا المعاملات التي يتم إرجاعها، المعاملات المرفوضة، وهنا المعاملات المنجزة التي تم إنجازها من قبل، ستجدها هنا، وتم دفع الرسوم. ومن هنا كذلك يمكن الدخول للمعاملات المنجزة، سأختار واحدة. فمن خلال المعاملات المنجزة ستلاحظ أن في شيء اسمه مستخرجات، فهنا يمكن طباعة مثلا سجل أو رخصة حسب الشيء الذي تم عمله آخر مرة، أو المعاملة المنجزة التي تعيد، فمثلا تجديد شامل مستخرجات، ستجد السجل ورخصة ويمكن طباعتها من هنا. إذا بعد المنجزة فهناك أكيد المعاملات التي تم إنشاؤها من قبل وتم إلغاؤها من طرفك أو من طرف الموقع، لعدم مثلا كما تلاحظ أنه صلاحيات المسودة 7 أيام، فنفس الشيء بالنسبة للمعاملات الجاهزة للدفع، لديك 7 أيام لإنجازها، لدفع الرسوم أو تصبح أوتوماتيكي ملغية. فهنا الطلبات، في كذلك المواعيد. بالنسبة للمواعيد يعطيني الذهاب حاليا إلى موقع وزارة التجارة، لأن هناك تؤخذ المواعيد، فسنتجاوزها. سندخل حاليا إلى الخدمات، وهي تعتبر أهم خدمة بالنافذة الواحدة. فيعتبر الخدمات أهم شيء موجود بالنافذة الواحدة. فمن خلال هذه الخدمات، أول خدمة لدينا هي التأسيس الشامل. من هنا يمكنك تأسيس شركة من الألف إلى الياء وتبدأ من ال. يعطيك كذلك ملخص الطلب عن الإجراءات والرسوم المتوقعة، وكذلك الخدمات المتوفرة عفوا عند التأسيس الشامل، ألا وهي يمكنك من خلال هذه الخدمة حجز اسم، إصدار سجل رخصة، قيد منشأة، بطاقة ضريبية، وكذلك يمكنك عمل موافقات عمال. يعني كذلك لدينا تجديد شامل، ألا وهو تجديد السجل والرخصة. كما تلاحظون هي خدمة لتجديد السجل والرخصة، وتبدأ بطبيعة الحال من 200 ريال. وكذلك لديك إمكانية طلب بدل فاقد أو استخراج طباعة مستخرجات من رخصة وسجل، تأسيس مصنع، إدارة فروع الشركات الأجنبية، استكمال التأسيس الشامل إذا ابتديت الخدمة تبع التأسيس الشامل ولم تستكملها، إضافة فروع للشركة كما قلنا. فيمكنك من خلال هذه الخدمة إضافة فروع كما ترى، إصدار فرعي، سجل فرعي، وإضافة رخص فرعية كرخص المخازن مثلا. كما قلنا هناك خدمة إضافة رخص فرعية، رخص تقديم، طلب الحصول على رخص فرعية، وخدمة إلغاء رخص إعلانية أو تجديد رخص إعلانية وإصدار رخص إعلانية. بالنسبة لإغلاق شركة، فهذه الخدمة تتيح لك أن تضع الشركة تحت التصفية أو تصفية الشركة بالكامل أو إلغاء سجل تجاري. فهذه الخدمات كلها موجودة بإغلاق شركة. كما تلاحظون هذه الخدمة للتصفية، وكما قلت شطب أو شطب رخصة تجارية. هناك التعديل الشامل، أنا أعتبر التعديل الشامل هي أهم خدمة موجودة هنا. فكما قلت بأنه في التعديل الشامل يمكنك إضافة نشاط، حذف نشاط، تعديل في عقد التأسيس، كذلك يمكنك تعديل الشكل القانوني مثلا من أو تعديل الشكل القانوني مثلا من شركة فردية إلى شركة ذات مسؤوليات محدودة إلى آخره، تعديل في عقد تأسيس أو شركاء، مدراء، مخولين. فأي تعديل تريد أن
تعمل على السجل كان أو رخصة تعديل الموقع مدير مسؤول، فهذه الخدمة تعتبر أهم خدمة بالنافذة الواحدة والتي تستعمل كثيرا. وكذلك نضيف إصدار رخصة تجارية في حالة السجلات الجديدة مثلا، فعند هذه الخدمة يعطيك عند اختيارها السجلات الموجودة من غير رخص تجارية. فهنا نكون قد تحدثنا عن جميع المزايا والخدمات الموجودة بالنافذة الواحدة، وإن شاء الله يكون لنا موعد تاني بالنسبة للتعديل الشامل. يجب سأتكلم عن التعديل الشامل وتأسيس شامل للشركات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.